أختي وشي شقاقه قيل من القاء وقيل من القر من القران وعليه يقرأ قران قران مليون همس قران مليون همس والقران اسمه لكلام الهمز من السماء كلام الله لا اسم له اسم كلام الله كقدرة الله صفة المعاني وصفة المعاني سبعة القدرة والإرادة والحياة والعلم والسمع والبصر والكلام كما أن القدرة ما لها قسام هكذا الكلام كلام الله لكن المولى سبحانه وتعالى أنزل كتابه عن ذاته نحن المحفوظ نزل القرآن الكريم نحن المحفوظ ونحن المحفوظ أنزله الله للأرض على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم سماه الكلام سماه يسمى لله كل مجهولة كما سمى كلامه موسى على موسى بالتوراة سمى كلامه موسى على سيدنا عيسى بالإنجيل سمى كلام موسى على سيدنا داود بالزبور كما سمى كلامه الموزع على سيدنا موسى بالتوراة وسمى كلامه الموزع على سيدنا عيسى بالإنجيل وسمى كلامه على سيدنا داود بالزبور وسمى الكتب المئة بالصحائف سمى الصحائف صحيفة كلام الله ليس بصحيفة كلام الله ليس بصحيفة ولا زبور ولا غير هكذا لما نزل القرآن سماه لما نزل كلامه سماه القرآن كلمه المزعى على رسول سماه القرآن وسماه الكشاب وسماه المبين وسماه الهادي اسم عديدة سما كلامه المزعى على سيدنا مولانا محمد صلى الله عليه وسلم باسماء لم تكن لكتب الماضية سماه القرآن سماه المبين سماه الكتابة سماه الهالية الأسماء العليلة سماه الإمام نبي إمام ومبين نبي إمام مبين هو القرآن اسم عليلة اسمه ما هو تبارك الله الاسم حديث والمسمى قديم الاسماء هذه حديثه الاسماء مسمى قديم مسمى قديم وهو كلام قائم بذاته اسمه القران والقران افضل كتاب نزل الله من السماء أفضل كتاب أنزله الله من السماء القرآن الله كتاب أفضل كتاب أنزل الله سبحانه وتعالى من السماء على أنبياء رسل القرآن مزعشنا صلى الله عليه وسلم هو أفضل كتاب وأفضل ما الإنسان يعتني به وهو مأجوبة الله القرآن مأجوبة الله عن سيدنا ومولانا عبد الله بن مسعود رضي الله عنه والله قال إن هذا القرآن مأجوبة الله فتعلموا من مأجوبته عن سيدنا ومولانا عبد الله بن مسعود رضي الله عنه والله قال إن هذا القرآن مأدوبة الله فتعلمون مأدوبة هذه مأدوبة أي مائدة مائدة غذائية هذه المائدة تعلموا منها ما قال كلوا تعلموا منها تعلموا من هذه المائدة لأن لا تعاقب الملاعق ولا تلقن بالأيد المعلومة لا ترقب باليد لتصل لا شنو باليد
ولا تلعق بالملاعق. هذه المائدة تلعق بالإقبالات القلبية وبالمغناطيس القلبية. المغناطيسي القلبية القلب المغناطيس زرع القلب مغناطيس جذابة. مغناطيس الشيء الجاذب بقوة. مغناطيس الشيء الجاذب بقوة. احنا نسموها الهندة لما تقربها من حديد جذب القلب عند المغناطيس. القلب مغناطيس جذابة لكتاب الله وإثباته في القلوب فيها وإثباته فيها. ولهذا قال الله سبحانه وتعالى جعل أمة رسول جعل صدور أمة رسول الله أناجيلا. جعل الله صدور أمة رسول الله أناجيلا أي صحيفة. اسكت علينا سيدي يقول هذا ليش كلمة صحائف كتب نشر صدورها الناجيل صحيفة تحمل كتاب الله وغيره. كيف كتب كي قلب نتاع المؤمن عظم كتاب تجده. سيدنا علي بن أبي طالب قال له شئت لا أوقرت من السلفة سبعين سبعين دائرة. هذا في صدر سيدنا علي بن أبي طالب من الفاتحة. لو شئت ولا أوقرت من السلفة سبعين كتابة سبعين سبعين دائرة. دصي هذا ما مكتوب في ورق. كتب في ورق؟ لا مكتوب بإرادة الله وقدرته بالمغناطيس القلبية بالمغناطيس القلبية. إن هذا القرآن مأدوبة الله مأدوبة لأمة الرسول. هذه مأدوبة القرآن الكريم. هذه المأدوبة نتغذى منها لمعاشنا ومعادنا. هذه مأدوبة نتغذى منها تغذيا لا يلقب بالأيدي ولا بالملاعق المغاريب يلقب بالمغناطيس القلبية لمعاشنا ومعادنا. معاشنا الديني والدنيوي. معاشنا الديني من القرآن الكريم ومعاشنا الدنيوي من القرآن الكريم. ما من شيء نعيشه إلا وكتاب الله أبانه لنا من دين ودنيا. القرآن مأدوبة فتعلمون هذه المأدوبة تعلموا منها تعلموا أي تكلفوا منها العلم تعلموا تكلف العلم منها تكلف السنان منها العلم تعلموا تكلف طلب العلم منها واخذ العلم منها من هذه المذوبة. تكلف بس من المهالين كتاب الله أكبر نعمة إلهية وأكرم الله سبحانه وتعالى حافظ القرآن بالمقام الأعلى. في حديث البخاري عن سيدنا أبي هريرة قال صلى الله عليه وسلم المهر بالقرآن مالك يوم البرارة. قال صلى الله عليه وسلم المهر بالقرآن مالك يوم البرارة. المهر جيد حفظ وتلاوة. ما المهر جيد الحفظ وتلاوة. حفظ القرآن الكريم جيد حفظ القرآن الكريم يهدو القرآن الكريم حفظ جيدا وقراءته زينة. من الله عليه بجودة الحفظ والتلاوة
عطاهم جوج حفظيه وجوج تلاويه، هذه كل مع الملكه في الجراب. الجنسيه بشريه والمقام ملكي. قال عليه الصلاه والسلام: الماهر بالقران مع الكرام البراءه. الماهر في الحفظ التلاوه، حفظ القران الكريم جيد، ما حفظ القران الكريم جيد ما في الخطا. يا سيدنا عثمان، عثمان حفظ القران الكريم حفظ جيد. سيدنا عثمان قرا القران في وقفه واحده، وقفه واحده صلى الشفع وحرب الوتر بدا القران من اوله الى سورة النسخ، ختم القران في وقفه واحده. سيدنا عثمان هذه جوده، لولا جوده ما حفظ القران ختم القران واحده. كان سيدنا عثمان حفظ الناس اللي كيتب الله، حفظ الصحابه اللي كيتب سيدنا عثمان. عثمان المهم القران حفظ جيد، يحفظ القران الكريم على ما ينبغي، على ما يقتضيه القواعد النحويه والقواعد الصرافيه والقواعد الادائيه. يحفظ كتاب الله على ما يقتضيه القواعد النحويه والقواعد الصرافيه والقواعد الادائيه. ما هي؟ القراءة التجويد. يكون عنده مجموعة، هذه هي الأصول، يحظوا على أصول ما تقتضيه القواعد العربية. الأصل ما يقتضيه القواعد الصرفية، الأصل ما يقتضيه القواعد الأدائية، من قراءة التجويد، من قراءة التجويد. أنا جيت شنو؟ جيت الحفظ. لكيوا هكذا يقرأه، يقرأ مقتضيه القواعد الصرافية والنحوية والأدائية، يقرأ القرآن الكريم، يقرأ مقتضي القواعد النحوية والقواعد الصرافية والقواعد الأدائية لكيوا. هذا جنسية بشرية والرتبة رتبة الملكية مع الملك الكرام. الجنسية البشري من الإنس، ولكن رتبة ملك الكرام على مقام، أعلى مقام لديه، على مقام في حمل القرآن، على مقام حمل القرآن. شرف الناس سيدهم، لأنه شفيع، شفيع القرآن. أشرف الناس وسيد الناس حامل القرآن. في الحديث الذي يروى عن سيدنا ومولانا محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم منطلقا عليلا قال: ملاته الله القرآن فرأى أن أحد خير منه، فقد حقر معظم الله وعظم محقر الله. ملاته الله القرآن فرأى أن أحد خير منه، أن أحدا خير منه، خير منه، فقد حقر معظم الله وعظم محقر الله. أعطاك ربي القرآن وشوف مازال كان خير منك، كان خير منك حامل القرآن، ما كان خير منك، أنت الخير، ما كان خير من حامل القرآن. نسبك نسب الإله، مو نسب الطير، مو نسب فلان والفلان، نسب حامل كتاب الله، نسب المتقين نسبك، نسب نسب المتقين، نسب المتقين هو الأعلى، نسب ولفنا ولفنا، هذا فلان ابن الجيني
حمل القرآن وفرع القرآن، حمل وفرعه فرم القرآن هذا نسب أهل الأنساب، نسب فقه النسب. ماذا أتاه الله القرآن فرأى أن أحدا خير منه؟ شفت ما حكى لي خير منك؟ ما حكى لي خير منك؟ ما تقولش أن عبد ولا أن زنجي ولا أن قبط ولا كذا، أتاك بالقرآن ما بقيت لا قبطية ولا زنجية، نسي القوم يعطيك الله القرآن، ما بقي قبطية ولا جنسية ولا حبشية ولا عمودية، ما بقي أنت سيد القوم، أنت سيد القوم. من آتى الله القرآن فرأى أن أحد خير فقد حق معظم الله، أشعظم من القرآن حق فيه وعظم ما حقر أحق ربي مسجد القرآن الدنيا، الدنيا ملعونة ملعونة فيها، أنت عظمت عظمت الملعون، عظمت الملعون وحقرت بالموكل بمكنون بكتاب مكنون، حقرت بكتاب مكنون، حقرت بكتاب مكنون، أنت على القوم علمت على القوم حب القرآن. عيسى ابن عمري الشريف الجليل سير مبارك بن احمد الشلمسي صاحب الابريز الذي تلقى على الشيخ سيد عبد العزيز، تلقى على الشيخ سيد عبد العزيز كتب فيه الشيخ سيد عبد العزيز يقول: لو يعلم الناس ما لحفظ القران بالقدر والجاه ما تركهم شعار الارض لجعلوا رؤوسهم موطئ أقدامه. عن ابن عمنا الشريف سيدي مبارك من سيدي أحمد صاحب الإبليس الذي تلقاه على شيخ سيدي عبد العزيز يقول فيما كتب ببنانه وقطه بعلمه في هذا إبريز، قال الشيخ سيد العزيز: لو يعلم الناس ما لحافظ القرآن من القدر والجاه ما تركوه يمشي على الأرض لجعلوا رؤوسهم مواطئ أقدامه. يكون دس الناس وكحمل القلم يمشي لا على الرؤوس، مش يمشي على القطيفة ولا يمشي على الخراش ولا يمشي على الملف ولا كذا، لعزه والعرفض مش على رؤوس حمل القرآن، مش على رؤوس أعظم منزلة، أعظم منزلة. كيف لاقل جعلك الله كاللوح، يقال اكتب في اللوح وكاللوح، كيف لا جعلك الله كاللوح القرآن المكتوب بل هو في لوح محفوظ ثم انتقل إلى صدر المحفوظ، تضرب انت صدرك اللوح انتقل من اللوح إلى صدرك كل لوح في على مقام، ايوا كل مسك كل مسك كل مسك يحمل القرآن، يمسك حمل القرآن حمل القرآن يكون عنده ميزة، لا يضحك مع من يضحك ولا يلهو مع اللهين ولا يسهر مع الساهين ويلعب مع اللعبين ولا يتكاسل مع المتكاسلين ولا يسوق مع الفاسقين ولا يعصي مع العاصين، يكون كما قال القرآن، يكون كما قال القرآن. ولكن يقول بعض العلماء
ولولا أهل العلم صانه صانهم ولو عظموه في النفوس لعظما، ولكن أهانوه فهانوا. هذا علم مع القرآن، لكن أصحاب القرآن صانوه وعزوه، يعني نعز القرآن نعزو به، نعز القرآن ونعزو به، لما أهانوه أهينوا القرآن وبه أهينوا، وبه أهينوا، أهانوه أهانهم الله، عظم كتاب الله. وفي حديث البخاري النبي صلى الله عليه وسلم شبه المهم الحفظ القرآن كالأترولية، قال مثل الذي قال القرآن كالأترولية طعمها طيب وريحها طيب ومنظرها حسن. الذي قال القرآن كالأترولية كيف طمسة طمسة والمندرينة المضر حسن والطعم طيب واللون مرونق حسن، لونها مرونق حسن وريحها طيب. هكذا المؤمن يكون طعمه طعمه كنايه على ما صالحاش، يكون طعمه هي على ما صالحاش، عمله تكون طيبه. كيف تروج لمشاكلها اللي جازين حلوة؟ هكذا يكون حمل القرآن، يكون عمله كيف تروج لما تنظر في عمله اللي جازين عمله بأقواله وأفعاله وثقلته. طعم كناية على الأعمال، كناية على أعماله، طعمها طيبون. هكذا كما أن طعم الأترول التي شبه بها المملحب القرآن طيب، يكون كذلك هو طعمه وعمله يكون طيبا. مضاره بحيث الأخلاق، الأخلاق الأخلاق التي تزين بها جمتنا مضاره، ريحه طيب طيب ما يشعر عنه على اسمع السامعين، يشعر لسما لما يعجبه ما يعجبه وما يزهو به انسان. ريحه طيب ريح كناية عما يشعر عنه، ما يشعر عنه على اسمع السامعين، وما يشعر عنه على المتتبعين، تتبعوا ما نشر عنه وما سمعوا منه المشهور والمسموع منه يكون حسنا، يكون حسنا. هكذا يكون حمل القرآن كما قال الرسول، خمسة ولدي هكذا يكون حمل القرآن ولا تفهموني. مثل المؤمن الذي قال القرآن كالأترولية طعمها طيب وريحها طيب ومضرها حسن، طعمها طيب من حيث الأعمال، الأعمال صالحة ما فيها خبيث، ريحها طيب من حيث السماع، ما يسمع منه وما يرى عليه، ما يسمع منه يسمع منه إلا ما هو حسن من كرمه وصبره وحلمه، وشو يعيش المسلمين به ومشاهد المسلمين به وتوحيد المسلمين والنصائح والإرشاد وعون المظلومة، عون المظلومة الحشمة عن الشومة، شفاء تشفية العلة من أمراضها قلبي وجسدي، وهكذا شو يسمع به الذكر الحسن. ريحه طيب ما يسمع عنه، مضاره فيما ترى عليه من أخلاقه، أخلاقه الكريمة حسن مضاره. لما تنظر إليه عينك لا ترجع من نظر إليه، يعني غير ما تشوف فيه ما تنظر، ما ترجع عينك ترجع من نظر إليه، لم يعلوه
من مهبة الأخلاق، من علوم مهبة الأخلاق، علم الفصح كسيحها في النظر في الخضراء، العين ماشي في الخضراء، ترتاح العين في النظر في الفواكه، هكذا هو العيون تتفكه فيه، عيون تزكي فيه العيون، هكذا ينبغي الحمل القرآن، هكذا ينبغي الحمل القرآن، إن القرآن القرآن جعله الله لنا شافعا. ربي يجعله شافع القرآن.